معايا كمان عبر الهاتف الآن الكابتن وليد الطرهوني مدير التعاقدات بنادي السواحلي الليبي، اللي كلام كتير ان محمود علاء سينضم لهذا النادي المحترم. يا فندم مشرفني ومنورني، سعيد جدا بتواجد حضرتك معايا. اهلين كابتن علاء، كيف حالك؟ تمام ان شاء الله، الاخبار بخير؟ كله بخير الحمد لله، مشرفني يا فندم جدا. ماذا عن امكانيه انتقال محمود علاء لنادي السواحلي زي ما سمعنا وزي ما قرينا؟ والله اولا احنا نحب نحييكم على البرنامج هذا، شكرك. من اكثر المتابعين للبرنامج. اشكرك يا فندم. نحيي اخوتنا والشعب المصري كامل، حكومه وشعبا. وفي نفس الوقت كابتن محمود علاء، يعني نقدر نقول ان الصفقه يعني اكتملت ولله الحمد، وحيكون لاعب لنادي السواحلي الموسم القادم باذن الله. التعاقد لمده كم موسم؟ التعاقد كان لمده موسم مع امكانيه التجديد. وهذا يعني كان للكابتن عشان ممكن يشوف الاجواء في ليبيا، و يعني ما يكونش عليه، ما هي مغامره جديده للكابتن، و يعني هو حاب انه يشوف الاجواء قبل ما ياخذ يعني عقد طويل الامد او حاجه من هذا القبيل. المفاوضات تمت من امتى؟ يعني من امتى بتتكلموا مع محمود علاء؟ والله احنا نتكلم مع الكابتن من قرابه 3 أسابيع الان. كان باختيار المدرب الطاقم الفني لنادي السويحلي الكابتن محمود الكابتن فتحي الجبال. و يعني تواصلنا مع الكابتن وكان ايجابي، يعني من اول يوم كان عنده يعني عنده القبول للنادي وعنده قبول لمشروع النادي. وصراحه يعني كانت مفاوضات سهله، نقدر نقول مش سهله بس كانت مفاوضات يعني ايجابيه من اول يوم. عظيم عظيم. النادي السواحلي بحسب اللي انت بتقوله كمان وحسب ما قرانا ايضا انه عنده مشروع، يعني انتوا عندكم مشروع طويل الامد وعايزين تعملوا فريق كبير جدا. هل بتفكروا في صفقات جديده تحديدا من الدوري المصري؟ نعم، نادي السويحلي المشروع بتاع نادي السويحلي يمتد على من 4 إلى 8 سنوات. وهدفنا يعني هدف بعيد، مش لازم نحقق بطولات المواسم هذه، مش لازم نعمل انجازات، يعني ما فيش ضغط على الفريق. هدفنا يتكون على بناء الشباب لمده 4 سنوات، من 4 إلى 8 سنوات. ويعني ليش لا، لو حصلنا بطوله في الوقت القريب حنكون سعداء بها. يعني أهدافكم من الدوري المصري أو من فرق الدوري المصري، كم لاعب حاطينه ضمن الأهداف للتعاقد معهم؟ والله إحنا عندنا كهدف، الهدف الأول تم التوقيع معه والحمد لله محمود علاء. محمد علاء. عندنا هدف ثاني موجود في أحد الأندية الثلاثة الكبيرة في الدوري المصري. ولسه في مفاوضات معه. نقوله يعني 70% من نسبة اكتمال الصفقة. يعني أهلي ولا بيراميدز؟ ما نقدرش نعطيك اسم، انا متاسف لسريه الموضوع. طيب. ما تدينيش اسم، قول لي ان هو من الاهلي او بيراميدز، الاثنين يعني، وسيبنا انا ما نقدرش. ما راح يعني نحاول نخلو الموضوع في السريه التامه لان تكتمل الصفقه باذن الله. ولا ينفع تقول لي مركزه ايه؟ كبيره باذن الله. ولا ينفع تقول لي مركزه ايه؟ دي سهله دي. ولا ينفع. ولا ينفع برضه. لان هو في احنا في مفاوضات تبادليه يعني. طيب. عندنا جون اوكلي، انت عارف ان احنا وقعنا مع جون اوكلي الموسم اللي فات طبعا، نادي المقاولون العرب طبعا، وجه لهم التحيه. وصارت شويه مشاكل، لا بس احنا نادي السويحلي نحب نوضح هذه من مبركم. ان احنا تكلمنا مع نادي المقاولون، وانا شخصيا تكلمت مع رئيس النادي، وتفهمنا يعني طلب رقم مبلغ مالي، وكنا ماشيين بالاجراءات. نتفاجئ باللاعب نفسه هو اللي اتصل بينا وقال ان انا لاعب حر، تم التعاقد. يعني احنا ما لفناش او عملنا اي شيء لنادي المقاولون. هذا توضيح بسيط فقط. بس الان جون اوكلي ممكن على مشارف الدوري المصري من جديد. مين اللي على مشارف الدوري المصري من جديد؟ جون اوكلي. يعني هيرجع تاني للدوري المصري. 99%. بس مش على المقاولون العرب. لا لا، نادي تاني. من الانديه الكبرى؟ من الانديه الكبرى. كابتن وليد الطرهوني مدير التعاقدات بنادي السواحلي الليبي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.